عبد الله انتم تعيشون في نوم عميق. اصحوا، العالم من حولكم يتغير، العالم يرفض تيارك، هذا التيار الذي يحول كل شيء تجيش. لماذا يا اخي لما ايران تكون دوله قويه واسرائيل ونحن دول ضعيفه، لماذا لا نكون نحن في مستوى هذه الدول؟ يعني لماذا نصبح نحن الاضعف وهم الاقوى؟ لماذا لا نكون اقوياء؟ لانك موجود يا دكتور نجيمي، ما سمحتوا لنا نطلع السينما، ولا سمحتوا لنا نطلع الاقتصاد صحيح، ولا سمحتوا للناس، جيشتوا الناس الى الصحوه وانتهت الامور الى ما انتهينا اليه الان. يعني انتم اعطوا فرصه يعني للطرف الاخر يتصرف وننافس ايران واسرائيل، بس ما اعطيتنا فرصه. 25 سنه انتم مسيطرين على المدارس ومحرمين كل شيء. يا اخ عبد الله، يعني ما حدث انه اعطيتوا الناس فرصه. وطعنتم في ثوابت الامه، وطعنتم في عقائد الامه، وطعنتم، فكيف تريدون الامه ان ترحب بكم؟ طيب بس اعطوا الناس فرصه، يعني اعطوا الطرف الاخر فرصه خمس سنوات بس. انتم اقليه في المجتمع. معليش، اعطي الاقليه حقها يا اخي، من حق الاقليه تتحدث. على كل ان دكتور، ليس من حق الاقليه ان تتحدث في دوائر. احنا جايين الحين صرنا نناقش الصحوه وتستهزئ بثوابت الامه.